ان لكن شاء الله. الحته اللي انت بتسالني فيها كريم وبقول لحضرتك يمكن كابتن اسماعيل حضرها معانا. انا يعني استلمت النادي فعليا، انا دخلت استلمت فرقه الكوره في 24/11 ومشيت في 29/11 السنه اللي قبليها. انا جيت لقيت حاجات انا عمري شفتها في الكوره، جيت لقيت فرقه يعني ملعب تمرين، ويمكن شيتوس يعني هيستغرب من اللي بقوله، في 39 لعيب بيتمرن في الملعب، يعني في ملعب 39 لعيب جوه الملعب بيتمرنوا، وفي مدير فني ومعاه واحد مساعد بس، ولا في مدرب عام ولا في مدرب مساعد ولا في مدرب احمال ولا في مشرف على كوره ولا في مدير الكوره ولا في اي حد، ومفيش فريق كبير في العالم. احنا بنتكلم في نادي الزمالك، مفيش فريق كبير في العالم ده فيه اجهزه فنيه في اوروبا في فرق كبيره ممكن تلاقي فيها 25 و30 واحد. انا كنت في اتلتيكو مدريد مع سيميوني، عملت معايشه هناك 21 واحد، 21 الاستاف بتاعه 21 فرد. ما ينفعش يبقى نادي الزمالك يبقى فيه 2 بس في الجهاز الفني، مستحيل. اتفضل. فدي كلها كانت ظروف في الاول بنتكلم فيها، ان احنا جينا لقيناها كان في ظروف ثانيه، وقف قيد، الفرقه كانت محتاجه تدعيمات، طبعا ما حصلش تدعيمات، حصل وقف قيد لفترتين، ده ضر النادي بشكل كبير. الحاجه الثالثه، في لعيبه 12 لعيب عقودهم بيخلصوا، كلهم عقودهم بتخلص، طبعا في لعيبه انت محتاجها تجدد، وفي لعيبه ممكن تبقى ما بتشاركش اصلا، فمش منطقي ان انت تبقى بتكلمه في تجديد لان هو ما بيشاركش، فهو مش يعني مش هيبقى عارف انت عايزه يجدد ليه. بس خليني امير بعد اذنك خليني اقف بس عند نقطه مهمه جدا في موضوع التعاقدات دي او اللعيبه اللي بتخلص عقودها، لان دي برضو من ضمن الرسائل او من ضمن الحاجات يا كريم اللي ادتني مؤشر عن اختلاف نادي الزمالك الفتره اللي فاتت. للامانه يعني لما امير كان بيطلع يعمل حوارات تلفزيونيه وتصريحات وكده، كان كلامه ان نادي الزمالك اكبر من اللعيبه، واللي عايز يجدد اهلا وسهلا، مش عايز مع السلامه. الكلام ده على فكره بيتقال كتير جدا، ممكن يتقال في اوقات كتير جدا، بس المره دي تحس ان في تنفيذ. صح. فلما اللعيبه حست، لما اللعيبه حست ان في تنفيذ، ابتدى يبقى في قلق، ابتدى يبقى في لا ده 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 الناس مش جايه تهرج. عارف انت الجمله اللي هي بتاعت ايه؟ يا سيدي ما هو بيهددني بس مش هينفذ. بالظبط. فلقى النفس، فده من ضمن الحاجات الجديده للامانه. صح. اللي انا برضو استشعرتها او حسيتها. صح. بجانب الروح اللي اتكلمنا فيها، وبجانب التنظيم، وبجانب كل حاجه، والثواب والعقاب، موضوع التصريحات اللي من المسؤول اللي هو امير مرتضى المشرف العام على الكوره، لما يطلع يقول كده في تصريحات تلفزيونيه ما بيقولهاش في الاوض المغلقه، ده بيقولها قدام الناس كلها وقدام الجماهير، ودخل الجماهير بقى طرف، خلي بالك انه دخل قال للجماهير خلي بالكم احنا بنتكلم مع فلان وفلان وفلان، فلان عايز يجدد اهلا وسهلا، مش عايز عمره ما يبقى اكبر من نادي الزمالك. مستشار مرتضى ده من البدايه، من بدايه الموسم يعني، اول لما جم المجلس الجديد قال الكلام ده، وتقول بقى تنفيذه للامير يعني الحقيقه. فانا بهنيك يا امير اكيد على الكلام ده. بشكرك يا كابتن وائل، بس يعني تكمله للي انت بتقوله يا كابتن، اللعيبه برضو يعني انا برضو عشان يعني ابقى بديهم حقهم، سواء اللعيبه اللي قاعده او اللعيبه اللي ماشيه، اللعيبه مرت بظروف، خلي بالك يا كابتن وائل وانت يعني هتفهم كلام بقوله ده كويس قوي، انت عارف يعني ان يبقى لعيب في شخص مثلا في الاداره متعاقد معاك، فتيجي تاني يوم تلاقي شخص تاني غيره خالص في الاداره. طبعا يعني انت الراجل اللي اتفق معاك ما لقيتوش موجود. مظبوط. طبعا. وفجاه الاخبار كلها بقت مستباحه، وبقيت بتسمع ان بن شرقي عقده شرط جزائي وعايز يمشي، وبقيت بتسمع ان مش عارف مين عايز يقعد، بقت اللعيبه فقدت الثقه في المسؤول نفسه، اللعيبه حست ان 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 كل حاجه على المشاع. انا كان دوري ان انا لما ارجع رقم واحد احتوي اللعيبه وطبطب عليهم، رقم اثنين ان انا افرز بقى فعلا مين عايز يقعد ومين عايز يمشي، لان صحيح. في الاخر تمام انا حميتك وقفت جنبك، لكن فهمني بقى عشان انا هبقى شايف ان من العيب ومن من الحرج ان نادي الزمالك يبقى قاعد مستني لعيب سنه ولا سنتين، قاعدين بنسمع هو عايز يجدد ولا مش عايز يجدد. مظبوط. هي صفحه وتتقفل يعني نخلص. صحيح. مش هتقف على حد، مع احترامنا للناس كلها، مش هتقف على حد. مظبوط. ومش بفتحة صدر برضو يا كابتن وائل، يعني هي مش هتتعمل، هي فعلا انت هتوفر له كل حاجه، هتحط له عرض كويس واللعيب هيرفضه، خلاص انت كنادي عملت اللي عليك، مش مطلوب منك تعمل حاجه تاني. مظبوط. لكن كان اتفضل كان في بعض الاوقات، كان في بعض الاوقات في ناس بتستغل ده. يعني برضو كانت، معلش مع احترامي يعني لكل الناس، لكن
السوشيال ميديا برضو شاركت في ده بشكل سلبي جدا. بقت بتضغط على ادارات الادارات بتستجيب لده. احنا الحمد لله يمكن كابتن اسماعيل كان معانا في المجلس. احنا ما هو في الاخر لو انت في مسؤول هيجي عشان يخش على السوشيال ميديا يشوف ايه اللي بيتقال وينفذه يبقى ما يبقاش مسؤول يمشي. صح طبعا. هو لان انا اللي جوه المطبخ فانا اللي شايف، انا اللي عارف اللي بيحصل، انا اللي عارف مصلحه النادي فيها ايه، انا اللي شايف كل حاجه لان انا المسؤول في الاخر. فده كان نقطه نظام كده كانت لازم تتحط، ان اللعيب هيبقى لعيب، المسؤول هيبقى مسؤول، المدير الفني هيبقى مدير فني، مدير الكوره هيبقى مدير كوره، عضو مجلس اداره هيبقى عضو مجلس اداره، كل واحد يبقى في مكانه ينتج 100%. وبعديها هنشوف بقى التوفيق بتاع ربنا هيودينا فين.